السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. اليوم إن شاء الله راح نخرجوا على جو الطبخ، راح ندخلوا في جو تزيين الهدايا طريقة سهلة وبسيطة. ما عليك إلا تشري هذه الأدوات وراح تزيني بالطريقة تاعك، وأيضا ما يخرجولكش بزاف غاليين كما راهم في المحلات. عندنا لهنا على شكل قلب وعلى شكل مستطيل، وأيضا سواء للذكور ولا للإناث كما تحبي. كما قلت لكم عندنا علب كما هذا. نبداو بالعلبة تاع الراجل هكا طريقة سهلة. نجيبو انا لهنا راح نعمرها، يعني ب كما قلت لكم اون غام تاع نيفيا مان هكا. عندنا الجل دوش، عندنا الشامبوان، عندي ايضا البارفان هكا، ونزيد لها منا ديودورون نيفيا. يعني هذه كيما قلت لكم سترينغام. عندي ايضا الدونتيفريس، وعندي اللي هنا كيفاش يسموه ستيك، وعندي ايضا صابون، يعني اون غام تاع نيفيا مان هذه هي. وعندي اللي هنا البوليستر هذا اللي نزينو به، انا درت في المارون وفي البلون. بسم الله، تزيين خفيف فقط، حاولوا تخلخلوها غير شويه باش تمشي لكم لهنا هذاك البوليستر تاعكم بهذه الطريقه. حاولوا تعمروا الفراغات البوليستر بهذا الشكل. نضيفوا ايضا ستيك، واللي هنا في المنتصف راح نزينوها. ممكن ديري ساعه، ممكن ديري اي حاجه كما تحبي. انا راح ندير هذا لابول هادي كتزين، يعني هدية ايضا رمزية. وعندي لهنا شيكولا، راح نستعمل سنيكرز، نستعمل ايضا تويكس. حاولوا تخليو لابول هذه تبان. وايضا راح نضيف وحدة فيريرو روشي ونحطها بهذا الشكل. ولهنا يكون الباكيج تاعنا راه واجد، ولا الهدية تاعنا راهي واجدة. راح نعطي لكم كيفاش. اذا شوفوا الشكل تاعها رائع، هدية بلاغام نيفيا مان. تقدري ديريها للزوج تاعك ولا الاخ تاعك ولا المهم الاب تاعك كيما تحبي. هذه بالنسبة للهدية نتاع الذكور. نروحوا دوكا للهدية تاع الاناث. ونسيت لهنا حاجة اللي هي نوارة، حطوها ثاني هنايا كما قلت لكم. شوفوا الطريقة بزاف شابة، يعني فقط حبيت نعطيكم فكرة. اللي حبت تعيد الزوج تاعها ولا الأخ تاعها ولا الأب تاعها تقدر دير طريقة كما هذه. دوكا نروحو نخدمو الباكج نتاع الإناث. نروحو دوكا الباكج الثاني. عندنا لهنا شوفوا الشكل تاعها بزاف هايل، التفاصيل تاعها جاية في الباج بالروج بريك. راح نديرو لهنا بوليستر بلي كولور كما قلت لكم، تاع يعني تاع الرجال درت لهم البلون بالمارون، ولكن تاع الاناث طبيعه الحال لازم نديرو تاع لي كولور بهذه الطريقه. ولهنا تقدري تفكري فكره انك تجيبو عفسه كيما هكا بوبي، عارفه برك كيفاش تحطيه. ونجيبو لهنا الميكا شيكولا بأي طريقة، المهم تحطيها هكا. نجيبو أيضا تويكس، عندنا سنيكر، عندنا ليون، عندنا مارس، وعندنا لهنا فيريرو روشي. ونقدروا لهنا نحطوا اي حرف، يعني تقدري لهنا هذه فيها حروف بزاف، اي حرف كنتي باغيتي تطلبيه على مول المحل راح يعطيه لك. مثلا نخيروا حرف الال، حطوها ثاني هكا على الجانب، راح يجي الشكل تاعها بزاف شباب. نبينوهم برك بهذا الشكل ونحطوهم
هذه الطريقه. نروحوا لهنا الفكره الثانيه او الباكج نتاع الاناث. لهنا درت لكم بوليستر هذا تاع الالوان لانه تاع اناث بطبيعه الحال. التفاصيل تاع الباكج تاعنا حاجه ما شاء الله جايه في الباج وفي الروج بريك. لهنا الصور برك راهي مغيره بسبب الكاميرا. راح نبداو نديروا فيها حوايج خفيفه. نجيبوا بوبي كيما هذا حطوه هنايا كتفصيله خفيفه، ما على باليش تقدروا تحطوه هكا كيما تحبوا كيما تحبوا. ونجيبوا ايضا شي كولا. انا نفضل انكم بالنسبه للهدايا يعني تحطوا حوايج منها رمزيه وايضا حاجه للاكل، يعني ماش تحطوا غير هدايا رمزيه. عندنا من هنا ايضا سنيكرز، عندي ايضا مارس، انا جبت لكم غير الحاجه الطوب. عندي ايضا ليون وعندنا تويكس طبيعه الحال ميلكا. وعندي ايضا لهنا فقط برك حاول رتبهم بهذه الطريقه. عندي الفيريرو روشي حطوها على جهه. وعندي ايضا هذو الانبوبات هذو اللي بالحروف، انت الحرف اللي بغيتيه تقدري ديريه هكا كما تشوفي وتحطيها ويجي الباكج تاعنا رائع. فكره هايله وبزاف شابه وان شاء الله يفرحوا بها يعني اللي راح تمديه له ولا راح تمدها لك ولا ما على باليش انا كيفاش. اذا هذه هي الفكره الثانيه، نتمنى تنال اعجابكم. كما شفتوا الفكره الاولى درنا لاغام نتاع نيفيا مان للرجال، ودرت لكم هذه فكره ايضا ثانيه، وكاين افكار بزاف راح نخلي لكم ايضا فكره خفيفه في الاخير. ان شاء الله تنال اعجابكم الفيديو تاعنا اليوم. اذا عجبتكم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل الفيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في عدد اخر. سلام.